تواصل وزارة الداخلية جهودها لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، حيث أسفرت الجهود عن تحقيق عدد من النتائج الإيجابية خلال شهر. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار شهر. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في شتى مجالات العمل الأمني. ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال شهر عن ضبط 37,425 قضية تموينية مستندية وعينية متنوعة، من بينها 139 قضية بيع اسطوانات غاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 64,328 اسطوانة، وضبط 110 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 10 طن مازوت و 3,026,159 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 442 قضية استيلاء على الدعم بمضبوطات بلغت أكثر من 858 طن سلع مدعمة، وضبط 24 قضية في مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات قاربت 238 طن. كما تم ضبط 12,968 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسلع بمضبوطات بلغت أكثر من 2,128 طن سلع غذائية. كما تم ضبط 22,249 مخالفة للمخابز بمضبوطات قاربت 852 طن، إضافة إلى ضبط 23 قضية في مجال بيع مواد البناء بأزيد من السعر بمضبوطات بلغت أكثر من 308.5 طن أسمنت و43 طن حديد. كما تم ضبط 474 قضية في مجالات التلاعب بمنظومة توريد وتداول أرز الشعير لموسم الحصاد الحالي، وضبط حالات التهريب بمضبوطات بلغت أكثر من 5,259 طن أرز شعير و64 طن أرز أبيض. كما تم ضبط 996 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسجائر بمضبوطات بلغت 496,848 عبوة. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر 380,703 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 113,699 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 15,576 من قائد المركبات. تبين إيجابية عدد 787 سائقا منهم. كما تم المرور على 1037 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 3312 من سائقي حافلات المدارس، وتبين إيجابية 5 حالات. كما تم فحص 2281 مركبة وتبين مخالفة 94 مركبة لشروط الصلاحية الفنية. كما تم رفع 1432 سيارة و216 دراجة نارية متروكة ومتهالكة. وفي مجال ضبط مخالفات قائدي الدراجات النارية، تم ضبط 33,533 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوذة. كما أسفرت جهود رصد مخالفات تركيب أجهزة التنبيه الضوئية أو الصوتية الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها واستعمالها عن ضبط 3,436 مخالفة الأجهزة الصوتية
وضبط 4802 مخالفة الأجهزة الضوئية، وضبط 10794 مخالفة الزجاج الملون بدون ترخيص، وضبط 11735 مخالفة ملصقات، وضبط 131 محلا مخالفا لبيع الأجهزة الصوتية والضوئية. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية خلال شهر 352,928 قضية ومخالفة بقيمة مالية محصلة. في هذه القضايا بلغت 300,289,527 جنيها. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ضبطت وزارة الداخلية خلال شهر 1639 قضية، من بينها 993 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات، وضبط 646 قضية في مجال جرائم المطبوعات. وفي مجال قضايا الأموال العامة، ضبطت وزارة الداخلية خلال شهر 194 قضية بقيمة مالية بلغت 486,263,008 جنيهات. وفي مجال قضايا التهرب الضريبية، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 11,085 قضية بقيمة مالية بلغت أكثر من 15,662,000,000 جنيها. قيمة تعاملات مالية مخفى لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها، وجاري فحصها فنيا بمعرفة المصلحة لاستداء الضرائب المستحقة عليها. كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 31,443,268 جنيها.